لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. Migram, I work as activity planner for kids. I came from a large family, so I used to help them to take care of their kids. I love being surrounded by kids, and I used to teach English and French and Arabic. If you have any questions, you have my profile. Don't hesitate to contact me. I'll be glad to answer your questions. Bye. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن شغلي تقدي تقولي له شغلي تقدي تقولي له بحكي له شغل شو صنع وش هم دين مسلمين ما سؤال أهلي دين مسلمين ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد. أرجو الضغط على زر اللايك قبل ما نبدأ الفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل جرس التنبيهات علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. صفحات التواصل الاجتماعي في هذه اللحظات لا تخلو من الحديث عن الفتاة الجزائرية المعروفة إكرام بن جيلالي الخائنة لزوجها. وقبل الخوض في تفاصيل، تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي خبر صادم يخص الفتاة الخائنة إكرام بن جيلالي، والتي ظهرت وهي تبكي على الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد البرامج التلفزيونية، ما جعل شاب مغترب يسارع للزواج بها وأخذها معه لأمريكا، ولكنها تغيرت هناك وأصبحت خائنة وعارية. وقالت ذات المصادر أنها اعتنقت رسميا ديانة المسيحية وأصبحت تحب ليسوع. القصة الكاملة لإكرام. إكرام: زوجي عبد القادر أخذني إلى أمريكا للمتاجرة بي في الدعارة. صديقة مقربة من إكرام، صديقتي كانت تعاني من ضغوطات في حياتها اليومية قبل الزواج. أثار الفيديو الذي تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي والذي كشف فيه شاب يدعى عبد القادر بوجيرة قصة زوجته إكرام بن جيلالي التي خانته بعد قرانه بها وتسفيرها إلى أمريكا. ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. تنقلت إلى المنزل العائلي للفتاة إكرام وحاولنا التقرب من أهلها الذين رفضوا الحديث إلى وسائل الإعلام على اعتبار أن القضية عائلية ولا يمكن تناولها في وسائل الإعلام والصحافة، لكن مصادرنا حاورت العديد من الأطراف القريبة من الزوجين وكانت لها بعض التفاصيل. حقيقة القضية: ما يزال يحدث الكثير من الغموض من الطرفين. فمن جهة عبرت بعض العائلات والشباب عن استيائهم مما اقترفته الفتاة في حق زوجها بعدما تقدم للارتباط بها بسبب عفويتها التي لمسها فيها بعد مقطع الفيديو الذي تم بثه لها وهي ترد على سؤال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بالمقابل شكك البعض الآخر في حقيقة تصريحات زوجها الذي حاول تشويه سمعتها، وهو الذي رغم إعجابه بعفويتها وحسن أخلاقها لم يكترث القضية حجابها الشرعي الذي كانت ترتديه قبل زواجها، حيث أظهرت الصور التي قام بنشرها وهما في شهر العسل بميامي تبرجها وهي رفقته، الأمر الذي يناقض تصريحاته نوعا ما. وللمعرفة حقيقة حياتها من خلال صديقتها
بعد تعذر الاتصال بعائلتها، كشفت إحداهن والتي رفضت ذكر اسمها بأن إكرام كانت تعاني قبل زواجها من ضغوطات نفسية رهيبة جعلتها عرضة لكثير من التغيرات، من بينها حجابها الذي غيرته عدة مرات قبل زواجها. وعندما سألتها عن السبب، ذكرت هذه الصديقة بأنها تعاني من ضغوط خاصة فيما تخص المعلومات اليومية، حيث ذكرت بعض المنشورات أن لها بعض الأنشطة على مستوى هيئات المجتمع المدني كالشباب المثقف لولاية وهران، فيما نشرت هذه الأخيرة تسجيلا صوتيا في أقل من دقيقة تعلم فيه أنها ستنشر فيديو عن قصتها الحقيقية وتحكي كل خبايا حياتها من الصغر إلى غاية زواجها وانتقالها لأمريكا وحقائق أخرى، مؤكدة بصريح العبارة أن كل ما تحدث عنه زوجها بخصوصها لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أنها وقعت ضحية شخص تزوجها للمتاجرة بها، الأمر الذي دفعها للهروب، كما أنها رفعت ضده 71 قضية أحدها تتعلق بالتعنيف. من جهة أخرى تتساءل الكثير من النشطاء عن سر نزعها للحجاب وهي مع زوجها، وقد أشار بعض رؤساء التنظيمات في وهران إلى أنهم سبق لهم أن رفضوا انضمامها لهم بعدما اكتشفوا تصرفاتهم الغريبة واضطرابها النفسي. وتضمن تسجيل الفيديو الذي نشره زوج إكرام المسوغات التي تمت سرقتها من بيت الزوجية الذي تم تخريبه من قبلها، بالإضافة إلى مبلغ 20,000 دولار والد الفتاة إكرام. المسألة عائلية والله سينصفنا، قال والد الفتاة إكرام في تصريح له، إنما وقع لابنته مسألة عائلية وهم ليسوا في حاجة للرأي العام، مؤكدا أنه يرفض رفضا قاطعا أن يتم التدخل في القضية التي تخص ابنته وزوجها، مشيرا إلى أن الله سينصفه وهو الحكم بينهما. الشاب المدعو عبد القادر بوشير بويجرا يرد على زوجته في اتصال من أمريكا، لست شاذا جنسيا ولما استغل إكرام للدعارة، قال الشاب المدعو عبد القادر بوشير بويجرا، والذي أصبحت قصته مع زوجته إكرام حديث العالم، والخاص في حديث له إلينا بأنه لم يفكر أبدا في استغلال زوجته في السوق السوداء، وإنه ليس شاذا جنسيا والأيام وحدها كفيلة بإظهار الحقيقة. وأضاف الشاب الذي صنعت قصته مع زوجته الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأخذت أبعادا أخرى والولايات المتحدة الأمريكية، أن زوجته المدعوة إكرام بن جلالي خدعته بمظهرها، وأن كل ما ستقوله كذب وبهتان، كما أنه لم يستغلها أبدا ولم يفكر في إزائها لأنه أرادها زوجة صالحة له، خاصة بعد أن شاهدها عبر الفيديو الذي كان منتشر عبر اليوتيوب. وبس كده يا جماعة نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.